بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، فيما يتعلق بجانب الكالرينج، كالعادة السبيشال كلاسز بتاعت الألوان بتاعي مثلا سكندري والالرت والورنينج والسكسس والبرايمري اللي هو الافتراضي، اللي هو كأني أنا أساسا مش كاتب كلمة برايمري عشان يديني الهنت للون أو الستايل الخاص باللون الأزرق ده يعني. فهم دول الكلاسات اللي أنا بستخدمهم بشكل كبير في الألوان بتاعي. فأنا لو رحت بريفريش للكونتنت بتاعي هلاقي أني ديت مسألة الألوان، ده طبعا البرايمري، ده السكندري، ده الالرت، ده الورنينج، وده السكسس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.